أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما الأرزاق بين عباده ولم ينس من فضله.
من يطعمنا ويسقينا وإلى مرضنا فهو يشفينا يا من نطمع أن يغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين يا مولانا ارحم ضعفنا وجمر كسرنا وتول أمرنا فرج همومنا نفس كروبنا اقض حوائجنا اغفر ذنوبنا تقبل توبتنا اغسل حومتنا أجب دعوتنا ثبت حجتنا اهد قلوبنا سدد ألسنتنا أسلل سخائر صدورنا اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا غدا في الجنة إخوانا على سر متقابلين اللهم اجعلنا من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون اللهم اجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللهم اجعلنا ممن يرث الفردوس الأعلى من الجنة يا مولانا ارزقنا مرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم ارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا وامح حوباتنا اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وحصن فروجنا وحسن أخلاقنا وأطب مطعمنا وأطب مطعمنا وأطب مطعمنا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والإحسان يا مولانا قر أعيننا بصلاح أبنائنا اللهم أصلح ظاهرا وباطنا يا مولانا اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفروج ويا كاسي العظام نحن بعد الموت احفظ المسلمين في كل مكان واحفظهم في بريطانيا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم أصلح أبناءهم وذرياتهم واجعلهم يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم عنا وإياهم من الغلو والتطرف يا ذا المن والعطاء اللهم اجعلنا أمة وسطا يا أرحم الراحمين اجعلنا لكتابك من التالين ولأوامره مؤتمرين ولنواهيه منتهين اللهم اجعلنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين يا حي يا قيوم وزعنا خير الجزاء من كان